بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في الفيديو ده هنتكلم عن الحروف التي تكتب ولا تنطق او الحروف التي تزاد في الكتابه من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب في البدايه هنعرف بان الحروف التي تكتب ولا تنطق هي ثلاث حروف الف واو لام كل حرف منهم في مجموعه من الحالات هنتعرف في البدايه على الحالات التي تخص الالف امتى بنكتب الالف وما بننطقهاش عندنا اول نوع وهو ما يعرف بالف الوصل الف الوصل بتكتب وما بتظهرش في النطق وده اضطرارا حتى نتجنب البدء بالساكن على سبيل المثال ابن امرأة اعتراض استقرار الحالة الثانية اللي بنكتب فيها الألف ولا ننطقها هي الألف الفارقة اللي بتيجي بعد الأفعال لما يتصل الفعل بواو الجماعة على سبيل المثال تعاونوا أحسنوا لن يستخرجوا فنلاحظ بأن في الأفعال ديت اتصلت واو الجماعة بالأفعال ديت فأضيفت ألف ولكن الألف ديت لم تظهر في النطق لاحظ بأن واو الجماعة لما تتصل بفعل أما لو اتصلت باسم ما بيبقاش فيه أي ألف الحالة الثالثة لكتابة الألف وعدم نطقها وهو تنوين النصب لما يجي لي ألف بعد تنوين نصب هنا ساعتها بكتبها ولا أنطقها على سبيل المثال رأيت رجالا يعملون بجد كلمة رجالا أنا هنا نطقت التنوين وما نطقتش الألف اللي أنا أضفتها الحالة الأخيرة لما نيجي نكتب الألف في كلمة مئة لما اجي اقول 100 200 300 400 500 600 700 800 900 هلاحظ بانها بتكتب بالالف ولكن الالف ديت ما بنطقهاش لكن الالف ديت ما بنزودهاش في الجمع زي كلمه مئات لما نيجي نتكلم عن الحالات التي تخص زياده الواو عندك حالتين الحاله الاولانيه وهي في الكلمات اولو واولي واولاء واولائك واولات هتحفظ الخمس كلمات ديت كل ما بتيجي تكتبها هتلاحظ بان الواو بتكتب ولا تنطق على سبيل المثال اولو هتلاحظ بانك هنا ضميت الالف ونطقت اللام على طول والواو بعدها على سبيل المثال قوله نحن اولو قوه اي اصحاب قوه هنلاحظ بان الواو ديت ما تنطقتش وفي قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار كلمه اولي هنا ما نطقتش الواو الحالة الثانية اللي هنقدر نزود فيها كلمة الواو هي كلمة عمر. كلمة عمر في حالة الرفع وفي حالة الجر إحنا هنزود فيها الواو، وده علشان نفرق ما بين كلمة عمر وما بين كلمة عمر، والإتنين بيتكتبوا بنفس الكتابة، ولكن في فرق الواو اللي بتزيد في عمر في حالة الرفع والجر. أما في حالة النصب إحنا ما بنكتبش الواو بتاعة عمر. إيه السبب؟ لأن عندنا عمر كلمة لا تقبل التنوين، وبالتالي عمر هنا ما ينفعش بأننا ناخد وراه ألف تنوين. أما كلمة عمرو فخلاص كده تقبل ألف تنوين وبالتالي مفيش داعي لأننا نزود الواو لأن الكلمة هنا ساعتها أصبحت مفرق ما بينها وما بين عمر. على سبيل المثال في الرفع نقول عمر رجل شديد. هلاحظ بأن الواو هنا زادت في حالة الرفع، طب في حالة الجر هلاحظ بغلطان بقى زادت، على سبيل المثال أخذت الكتابة من عمر. أما في حالة النصب فهلاقي كرمت عمرا. هيلاحظ هنا بأن عمر هنا في حالة النصب ما حطيناش الواو بتاعتها والسبب لأن كلمة عمر بتقبل التنوين بالألف فأخذت ألف التنوين فده فرق ما بينها وما بين عمر اللي هي ما بتتنونش بالألف. آخر حاجة عندنا في الحروف التي تكتب ولا تنطق أو الحروف التي تزاد عند الكتابة هي اللام الشمسية. هنفتكر بأن اللام الشمسية حروفها هي التاء الثاء الدال الذال الراء الزاي السين الشين الصاد الضاد الطاء الظاء اللام النون أو باختصار بأنك تحفظ العبارة اللي فيها كل حروف اللام القمرية اللي هي عبارة ابغي حجك وخف عقيمة أي حروف من الحروف دي تيجي بعد ال يبقى ديت حرف لام قمرية لو حرف من الحروف غير الحروف اللي احنا مذكرناها في العبارة ديت يبقى ديت لام شمسية طيب بننطقها ازاي بننطق على طول الكلمة وكأن اللام مش موجودة على سبيل المثال السماء السماء الذهب الصبر هلاحظ بأني كأن نطقت الألف وبعدها الصاد أو الألف وبعدها الذال أو الألف وبعدها السين على طول بدون ما ننطق اللام الشمسية حاليا مطلوب منك الإصغاء جيدا لكل الكلمات التي ستملى عليك وبعد كده هنعرض لك القطعة لتصويب أخطاء هنكتب مجموعة من العبارات العبارة الأولى فاعلوا الخير فاعلوا الخير واصلوا واصلوا فاعلوا الخير واصلوا التحلي التحلي بصفات بصفات ذوي المكارم، ذوي المكارم، نقطة. هنعيد العبارة الأولى فاعلوا الخير واصلوا التحلي بصفات ذوي المكارم، نقطة. العبارة الثانية: تحدثتُ. تحدثت مع عمرو وعمر تحدثت مع عمرو وعمر فصلة ورأيت عمرا وعمر صادقين ورأيت عمرا وعمر صادقين نقطة هذه العبارة الثانية تحدثت مع عمر وعمر فصلة ورأيت عمرا وعمر صادقين نقطة العبارة الثالثة اقتدوا اقتدوا بأولي العزم من الرسل بأولي العزم من الرسل فصل منقوطة فأولئك فأولئك هم المفلحون فأولئك هم المفلحون نقطة هنعيد العبارة الثالثة اقتدوا بأولي العزم من الرسل فصلة فأولئك هم المفلحون نقطة العبارة الأخيرة الطلاب اشتركوا الطلاب اشتركوا في مئات المسابقات في مئات المسابقات التي التي اعدها معلم المدرسه نقطه التي اعدها معلم المدرسه نقطه هنعيد العباره الاخيره الطلاب اشتركوا في مئات المسابقات التي اعدها معلم المدرسه نقطه هنعرض لكم النص علشان تصويب الأخطاء قيم طيب ذاتك وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده بنتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق ونتمنى شرفنا باشتراككم في القناة وبانتظار تعليقاتكم